بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. عاوزين يا جماعة دلوقتي نعمل ايه؟ انا عندي بيانات وهعرضها في التقرير. عاوز بقى اعمل ايه؟ عاوز اسطر البيانات دي، عايز اسطرها بمزاجي انا. ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض. دي كانت اخر حاجة عملناها، ده اخر ريبورت عملناه وهو ريبورت 11 او ريبورت 11. اوكي، ده هنحذف اللاين ده خلاص. ماشي، بص انت عندك شوية بيانات وعاوز تسطرها، ايا كانت بقى البيانات دي انت هتمسكهم كده تحطهم في المنتصف او تخليهم زي ما هم وتزود عليهم بص يعني انا مش فارق معايا هتحط بياناتك فين، هي هتتسطر هتتسطر زي انت ما عاوز. زي انت ما عاوز، بس عايزك بقى تركز معايا، يعني عايز كده ايه، عقلك يكون ديناميكي معايا. خلاص، طيب هنا هنعمل ايه؟ شوف البيانات اللي انت عايز تحطها وحطها براحتك، مفيش اي مشكلة. تمام، وبعد ما تحط بياناتك، مثلا احنا حطينا اهو ايه الاي دي، وحطينا الفيرست نيم واللاست نيم. تمام، وتعالى نحط مثلا السيتي. اوكي، بس خد بالك بقى التحكم بقى اكتر، فانت بقى التظبيط عليك انت بقى، خد بالك. ده غير ان انت عندك ادوات جاهزة هنا كمان تنسق لك الحاجة. هي راحت فين؟ هنا باين في هنا ادوات، اللي هي ادوات الالاينز. هي كانت هنا عامة، يعني لما بعلم على كذا حاجة باين بتظهر مع بعض كده، المفروض تظهر يعني. دوس كده هنا اهي الادوات دي اللي انا اقصدها، مش تدوس على السهم بقى، بدوس في حته ما اعرفش هم ليه مش مهتمين بال في هنا. بص مش باينه اصلا، شايفها اهي، هي دي ادوس عليها، هي دي هي دي اللي انا اقصدها. ما تظهرلكش الا لو انت ما تتفعلش معاك الا لو انت معلم عليهم. لو انا مش معلم على حاجه وجيت اخترت من هنا كده، بص حرف هنا كده مش باين، مش مكتوب فيه حاجه اصلا. خلاص اهو مش مقفوله لان انا مش معلم. لما بعلم بقى على كذا عنصر كده بيروح مطلعها لي، اللي هي بقى ايه، عايز اخليهم محاذاه توبس، او يعني اخليهم من الاخر كده اخليهم متساويين لبعض يعني، فاهم الفكره؟ ممكن نبقى نشوفها في الاخر دي. ادي سيتي خلاص، وقول مثلا ننزل الكانتري كده بالمنظر ده اهو، وهكذا. تمام، بس كفايه كده. اللي انا اقصده بقى ايه، ان انت لو علمت عليهم كده وجيت اخترت من هنا كده ورحت قايل لهم مثلا ايه الاين توبس كده، كله بقى في سوى واحد، ده اللي انا اقصده. بس وعندك بقى اوبشنز كتيره، الحاجات دي احنا شرحناها بالتفصيل في التصميم بتاع الكريست الفيجوال ستوديو، واحنا بنصمم في الفيجوال ستوديو يعني تقريبا تطرقنا ليها تقريبا. بس فبتظبط بقى ايه اللي انت عايزه. بص يعني بس في حاجات اوعى تدوس عليها، يعني لو انت عملت الاين ليفتس هتخليهم كلهم على الشمال، الاين رايتس هتخليهم كلهم على اليمين، فترك بوتوم هتخليهم كلهم محاذاه ايه اقل واحد فيهم تحت، فتركز في الاختيارات دي. الاين سنترز، لو الاين ميدلز دوس كده على الاين ميدلز دي، ده المفروض ايه تخليهم لك في المنتصف يعني. لاين توبس هنا، ميك سيم ويدز، خليهم يعني خليهم كلهم بويدز معين، وهنا طبعا ميك سيم هايت، ميك سيم سايز، نفس القصة يعني. الاين تو جريد، طيب دي اوبشن بقى انت براحتك يعني تعمل اللي انت عايزه فيها. المهم عندنا ده التقرير، هعلم على كل ده كده وهجيبه في المكان اللي انا عايزه بالمنظر ده كده اهو. خلاص، انا دلوقتي هدفي ايه؟ هدفي ان انا اسطر الجدول او اسطر البيانات بتاعتي. فطبعا اي حاجه هتسطرها بتعمل الاول الاطار الخارجي ليها. خلاص، يعني انت اي حاجه بص الاول شغل عشان بس افكرك، يعني افكرك بالطبيعي. احنا قلنا اخر حاجه عملناها ريبورت 11، ماشي ممتاز بفضل الله. هات لنا الريبورت ايه 11 كده، دوست عليها انا، دوست ولا ما دوستش؟ اوكي اهو قدامك اهو، ده التقرير.
طالع بالمنظر ده، ماشي؟ طيب يعني انا عايز اسطره بقى، علم بس على كل ده كده وخليه كله في الليفت، ماشي؟ انا عايز اطلعه متسطر. اسطره ازاي؟ اول حاجة هعمل اطار خارجي للبيانات كلها، لمحيط البيانات بتاعتك. طبعا طريقة التسطير دي فكرة انت اللي بتنشئها، انت اللي بتفكر فيها. يعني ايه؟ يعني بداية بس احط البوردر الاول، كليك يمين، ومن انسرت في حاجة عندي اسمها بوكس. بوكس دي بتساعدني ان انا اعمل بوكس، هدوس عليها وهروح مسطر البوكس ده في المكان اللي انا عاوزه. بص خد بالك، انا كده احط بيه بياناتي من اول العناوين لغاية اخر سجل عندي. كليك يمين عليه وهختار فورمات اوبجكت، وهختار ايه تاني حجم عندي ده اللي هو نص، ده اقل منه، ده ايه ده النص، بعد كده واحد، بعد كده واحد ونص، وهكذا. خلاص ده ايه المهم ده نص، فانا اخترت النص واروح ده. وطبعا بقى ايه، اشوف الكلر اللي انا عايزه، انا اخليه زي ما هو، تمام، وهدوس على اوكي. ده كده اطار لكل البيانات بتاعتك. مستمر من فين لفين؟ مستمر من اول الهيدرز او الهيدنجز اللي عندك لغايه اخر ريكورد عندك، لان انت عامله في اخره فين؟ اخره في التفاصيل، اللي اخره في الديتيلز سيكشن، ماشي؟ وتعالى نشوف مع بعض خطوه بخطوه. اهو احنا كده ايه عملنا البوردر، تعالى نشغل ونبص مع بعض اهو، باتن 11، وتعالى نشوف مع بعض المنظر هيبقى عامل ازاي. اهو ده المنظر قدامك اهو، شايف عامل ازاي؟ بص شايف بياناتك عامله ازاي؟ شايف المنظر؟ بص انت سطرت البيانات من اول هنا لغايه فين؟ لغايه هنا. خدت بالك ازاي؟ بص شايف المنظر؟ سطرت البيانات من اول هنا لغايه هنا، يعني ده ما نزلش معاك للبيج هيدر والبيج فوتر، خد بالك، يعني ما نزلش لاخر الصفحه. لو عايز تنزله لاخر الصفحه طوله. يعني خد بالك برضو هنا من مميزات الكريستال ريبورت، يعني انت ما ينفع مش لازم تحط العنصر في حته واحده بس، لا ده انت ممكن تمدد العنصر. يعني لو تلاحظ العنصر مثلا اللي هو البوكس اللي انا حطيته ده واخد جزء من البيج هيدر وواخد الجزء الثاني من الايه ديتيلز، لو انا جيت طولته شويه كده، مسكته كده ورحت مطول الطول بتاعه لغايه البيج فوتر، خدت بالك؟ بص هو كده ممتد في اكتر من سيكشن. لو انت شغلت دلوقتي كده هتلاقيه متسطر لغايه اخر الصفحه. شغل كده وبص معايا، هات الزرار، تعال نشوف مع بعض كده المنظر هيبقى عامل ازاي. اهو بص من اول هنا لغايه، هتلاقيه لغايه اخر الصفحه. ركزت معايا؟ يعني انت بتتحكم في اللي انت عايزه. طيب لغايه هنا بفضل الله ممتاز. اقفل الكلام ده كله كده ورجع البوكس زي ما كان، عشان هوريك طريقتين للتسطير، ماشي؟ كده كده اخر ريكورد عندي هيبقى البوكس تحت منه. يعني لو انا مسكت دولك كده، لو انا علمت على دولك كده اهو بالمنظر ده، لو انا علمت عليهم ونزلتهم تحت سنه كده، ورحت جاي عامل كليك يمين ومن انسرت اخترت لاين، ورحت راسم لاين من هنا لهنا فوق، خد بالك رسمت لاين فين؟ فوق. بس معلش كليك يمين وفورمات اوبجكت خليه بنفس الحجم اللي هو نص، وادي ايه؟ اوكي ماشي. وهدوس عليه كده وهجيبه ايه؟ يمين شويه كده. ها؟ التسطير ده بقى لازم يكون ايه؟ انت بقى وحرفنتك. اهو شغل بقى كده. عشان كده شرحت لك الجريد الاول. دوسنا على الفورم، تعالى نشوف كده ايه اللي هيحصل. كده انا سطرته هوريزنتالي، خدت بالك انت؟ بص سطرته ايه هوريزنتالي، وهتلاقي التسطير من الاول للاخر. ليه من الاول للاخر؟ خد بالك انت حاطط الخط فوق، حاطط الخط ايه، حاطط السطر، حاطط اللاين فوق، فبالتالي هو هيحط لاين فوق كل ريكورد، مع العلم ان اخر ريكورد مفيش تحتيه حاجه الا البوكس. طب لو انا جيت ورحت عامل البوكس ده كده لغايه الايه، لغايه البيج فوتر، ورحت مشغل، خد بالك اللي هيحصل هنا، انت هتبقى محتاج سطر اخير افقي. هنشوف دلوقتي مع بعض، لان انت خليت البوكس يمتد لغايه اخر الصفحه، فبالتالي هتلاقي اخر عنصر مفيش خط تحت منه، فبالتالي هتعمل ايه؟ هتضطر انك انت تنقل الخط ده من هنا، تنقله من هنا
تنزله تحت الايه؟ العناصر. اهو تخليه تحت الايه؟ تحت العنصر نفسه. حلو كده؟ وصغر بقى دي شويه عشان يبقى الموضوع فيه تناسق اكتر وواقعيه اكتر. وبعدين هتعمل ايه بقى؟ خد بالك لو شغلت دلوقتي هتلاقي ان انت مفتقد خط افقي في الاول. شغل كده وتعالى نشوف مع بعض. بص هتلاقي اول بيان تحت العناوين على طول مفيش خط فوقيه. العكس بقى. طب اعمل ايه؟ حط بقى سطر تحت العناوين. ايه المشكله؟ حط خط اهو. خد الخط ده كوبي، يعني ايه وسع على نفسك هنا شويه كده. خد الخط ده كوبي وحطه بيست هنا اهو. ايوه هنا كده. وهاتوا ايه يمين سنه كده بس كده. انت ايه عالجت الدنيا اكتر. تعال شغل بقى كده معايا وبص. دوس كده على الزرار. تعال نشوف مع بعض. اوكي اهو كده انت سطرت افقي 100 100. وزي ما قلت لك بقى، عاوز تسطر البيانات فقط صغر البوكس، عايز تسطر الورقه كلها ولا صفحه كلها يبقى ايه زي ما عملنا كده خلاص. طب دي كده خطوط افقيه، يبقى يعني انا كده سطرته افقيا. طب انا عايز اسطره راسيا، ينفع؟ اه بفضل الله ينفع، ما فيش اي مشكله. كليك يمين واخد بالك، ومن انسرت اختار ايه لاين تاني. فين اللاين؟ اهو لاين. ارسمه بقى منين؟ بص من هنا. شوف بقى براحتك، دي بقى حريتك. يعني ايه لو انت عملته؟ بص معلش بس كليك يمين عليه الاول وفورمات اوبجكت اختار ايه نص. لو انت عملته من هنا لهنا، لو انا بس لو احنا طلعناه فوق سنه كده طلع. طب قلله شويه كده، ها طلعه فوق سنه كده. هو الديزاين كده، ده طبيعه الديزاين يا جماعه. ديزاين لازم ايه تحنتف فيه زي ما بنقول بالمصري، يعني تدقق قوي. خلاص طيب انت دلوقتي عملته بالمنظر ده من هنا لهنا، يقوم ايه اللي يحصل معاك؟ يتسطر البيانات بس، ما يتسطرش للاخر يعني اللي هو الرأس. بص شغل كده، يعني مش هتسطر لاخر الصفحه مع البوكس. يعني بص سطر من اول هنا لغايه اخر بيان عندك، ما نزلش للاخر يعني. دي برضو براحتك. انا رايي ان الافق الراس ده بالذات ما يتسطرش للاخر. تسطر للاخر ليه يعني؟ الا بقى لو انت عايز تعمل فاتوره براحتك، وممكن تتحكم في سطر وسطر. لا خد بالك، يعني انت ممكن تتحكم في خط، الخط ده مثلا يسطر للاخر والباقي لا. فاهم ازاي؟ تعال نجرب كده مع بعض. تعال كليك يمين هنا ايديت تكست، خلي دي ايه اي دي بس. اي دي ماشي. بص انا مثلا ايه خدت نسخه من الخط ده كده. تعالى بس معلش صغره لنا شويه كده. هو مش التحكم برضو ايه مش عالي قوي، بس انت بتحاول على قد ما تقدر تظبط فيه يعني. اهو كده كويس. ننزله بقى كده زي ما هو برضو كده ماشي. طيب ماشي كده اتظبط اهو خلاص. المهم انت اول ما تظبط الخط بقى تستنهز الفرصه وتاخده كوبي وتحطه بيست بقى في بقيه حاجتك. بص شغل كده التقرير وبص الاول برضو قبل ايه قبل ما تكوبي وبيست. اه كده مظبوط اهو من الاول للاخر. عايز تظبطه اكتر نزله تحت سنه اهو. هات كده الخط ده نزله سنه بسيطه تحت ماشي. خد منه بقى نسخه كوبي. كليك يمين هنا معلش، وريني كده فورمات اوبجكت. طيب ماشي هو نص. اه مظبوط هو نص. هات بقى ايه كده كده يبقى ناقص منه حتة. طيب كده عارف ممكن نعمل حركة تانية، ممكن نمسك ده وننزله تحت كده عشان يظبط. ايه رأيك بقى؟ كده احسن؟ كده احسن. بس وهاخد بقى منه نسخة. عايز تجربه الاول قبل ما تاخد منه نسخه جرب تاني مفيش مشكله. هو الديزاين كده يا جماعه، الديزاين اكتر حاجه تبلع منك الوقت اهو. بس متهيألي كده بفضل الله مظبوط ظابطه تمام يعني. خلاص طيب خد بقى منه نسخه. بص خد منه نسخه كوبي وحطها ايه بيست كده وهتهنى هنا
ماشي، وحطها بيست تاني، وهاتها لنا هنا كده ماشي، وحطها بيست تاني وهاتها لنا هنا بالمنظر ده كده، حلو قوي. تمام، شغل بقى كده، هتلاقي الجدول بتاعك بفضل الله متسطر زي الفل، ما فيهوش اي مشكله اهو. هات كده، دي الفورم بتاعتك اهي، كبرها كده. بص بفضل الله البيانات متسطره 100 100، 10 على 10. طبعا انت بقى بتتحكم في البورده، طبعا خط زي ده انت لقيته ايه طالع سنه بسيطه تنزله اللي هو جنب السيتي اهو، تصبر بقى على الديزاين، تيجي تقف عليه كده وتروح ايه منزله سنه بسيطه. لا انت خد بالك بقى، ما انت هنا عملت الجريد بقى، ما هم ليه كانوا فاتحين لك الجريد؟ عشان تظبط على طول، يبقى تخلص. عايز تضيق الجريد براحتك، ضيقها، اعمل اللي انت عايزه بفضل الله. خلاص شغل بقى تاني كده، بعد ما ظبطنا السطر ده اللي جنب السيتي اهو كده، ايه بفضل الله كلهم مظبوطين زي الفل اهو. تتحكم بقى زي انت ما عاوز، وزي ما قلت لك لو عايز تيجي على سطر معين منهم او خط معين منهم تطوله للاخر براحتك، او همسك ده كده مثلا واقول لك ايه ده اللي جنب الامبلو اي دي ده للاخر، ده يفضل للاخر. انت متخيل يعني تتحكم في خط وخط؟ لا، سطر وسطر لا، لاين ولاين لا، انت متخيل؟ بص شغل كده، هتلاقي بفضل الله تحكم. يعني انا ليه بحاول اوريك الحاجات دي؟ عشان تعرف ان انت معاك تحكم تعمل اللي انت عايزه بقى اهو. انا مديت السطر ده للاخر بمزاجي، ودول سبتهم قصيرين، دول سبتهم البيانات بس، وده بتاع الرقم خليته ينزل للاخر. فاهمني؟ تعمل بقى اللي انت عايزه، تحط اللي انت عايزه، تظبط اللي انت عايزه. فاهم الفكره ازاي؟ فانت هنا بفضل الله يعني تقدر تعمل اي حاجه انت عايزها، زي ما انت ما ملاحظ كده اهو، كده بتظبط اللي انت عايزه في التقرير زي انت ما عاوز. سطرت التقرير بتاعك بنفس الطريقة، تسطر أي حاجة، تسطر فاتورة، تسطر تقرير تاني، تسطر مبيعات، تسطر، بص سطر اللي أنت عايزه بنفس الطريقة دي، هتلاقي الدنيا سهلة جدا معاك بفضل الله. استنى استنى، رايح فين؟ ويت، انتظر ثواني. عملت اشتراك؟ طب عملت لايك؟ ده دوسة دوسة اشتراك. عملت الجرس علشان يوصلك كل جديدنا؟ عملت شير للناس علشان ربنا يكرمك؟ وما تنساش تدخل على موقع الأكاديمية www.hassuna-academy.com وتسجل حساب عشان نعرفك وتكون معانا دايما. انشر الخير للناس في كل مكان، ربنا يكرمك بفضل الله.